حضرتك جوزها؟ لا. طب حضرتك استنينا لحد ما الدكتور يكشف عليه. ها نجم، قولي بقى، تحب تشتغل معانا يوماتي ولا تجيلنا يومين ثلاثة في الأسبوع؟ يوماتي؟ ده أنا أجيلك الأسبوع كله والشهر كله والظهر كمان كله، أنت تأمرني يا باشا، ولو جات لي أي مصلحة هلغيك. ما شاء الله عليك. طيب قولي بقى، بالنسبة للاتفاقيات والماديات ولازم منه، نظامها إيه؟ لا الاتفاقيات يعني قصدك على الفلوس؟ آه مع المجنجر. بسم الله عليك. ربنا يخليك. المجنجر دي الحاجة يعني بتاعتي. الحاجة؟ أيوة الحاجة مجنجر، أمي هي اللي هتمسك كل حاجة وكل، أقول لك حاجة، هي اللي موضبة البدلة دي، ودي المجنجر يعني قلبي وروحي، ودي اللي تتفق معاها في أي ماديات. أما أنت بقى يا ناني طلعت إيه؟ اكتشاف، وسكة كان إيه؟ مدلعك على الآخر ولايق عليكي جدا، بسم الله ما شاء الله، من الآخر كده أنت دوت وآخر حاجة وآخر حلاوة. يا اخويا الهي يكبر بخاطرك انت وسوكا، هو في ناس جدعان كده؟ انا شكلي بنت حلال وربنا هيعوض. اه طبعا والله انت بنت حلال واجدع بنت قابلتها في حياتي، من الاخر كده قلبك ابيض، وبعون الله بعون الله هتبقي نجمة مصر كلها. اه والله بقول لكم ايه، اتكل انا على الله عشان امي ما بتعرفش تنام الا لما بروح. تمر باي حاجه؟ سلام يا سوق. تمر باي حاجه ست الكل؟ نجمه مصر ان شاء الله. ان شاء الله. تمر باي حاجه؟ تمر باي امر انا اخوات. ربنا يخليك يا حبيبي. سلام على الحاجه. معاك فلوس تروح؟ اه معايا يا حبيبي. ماشي سلام عليكم. الله اكبر عليكي، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كنت مستخبيه عننا فين يا قمر؟ مع سلومه الجزار يا مدير. سلومه مين؟ لا ده حوار طويل بقى قوي يطول شرحه، هبقى احكولك بعدين يا مدير. لا مدير مين بقى؟ مدير مين يا عسل؟ ده ابن الاداره كلها. على فكره تقدري تندهي لي هنا تقولي لي يا عزوز، ويا ريت يبقى احسن لو قلت لي يا زيزو. يا زيزو. ماشي يا زيزو. الحقنه دي هتظبط الضغط، وهنعمل شويه تحاليل كده علشان نطمن، بس لازم تاكلي حاجه ونامي شويه. شكرا قوي يا دكتور. شكرا. لا. انا عايز اطلب منك طلب. اتفضل. شايفه الراجل اللي بره ده؟ ده خطيبي، انا معاه هنا من ورا اهلي، بقاله 3 ساعات عمال يضرب فيا في العربيه تحت. يا نهار ابيض. اسمعيني، انا عايزاك تخرجيني من هنا باي شكل من غير ما ياخد باله. عايزه اروح لاهلي، عايزاهم يعملوا محاضره عشان يخلصوني منه. بس هتخرجي من وراه ازاي؟ انا هقول لك. استنى خدي دول. لا والله ما اخد حاجه، احنا ولايا زي بعض. ربنا يخليكي. طب اسمعي انا هقول لك ازاي. ممكن ادخل لها؟ حضرتك دفعت؟ لا لسه. طيب هي هتفضل ساعة تحت الملاحظة، وبعدين هنعمل لها تحاليل، لازم حضرتك تدفع دلوقتي وتجيب لي الإيصال بتاع الدفع. طب اطمن عليها الأول، واحنا هنطير؟ اتفضل حضرتك اطمن عليها، أنا آسف دي التعليمات. الخزنة فين؟ تحت جنب السلم على ايدك اليمين. يلا. هو مشي؟ ايوه يلا. امشي على طول هتلاقي سلم ينزلك على الباب الوراني. انا مش هقولك زي ما قلت لسوكا وشوفوا وقتك وكده، لا انت بتاعت انا وطلع معايا السلم من اوله، سيبي لي نفسك كده خالص،
انا بعون الله هخليكي نجمه مصر الاولى باذن واحد احد. بس ما تقطعيش. شوفي بقى، عايزك تسيبك من البنسيون اللي انت قاعده فيه ده. انا عايز ان شاء الله كده اخد لك شقه صغننه ومحندقه بفرشاها ولوازمها، تبقى جنب المحل، تقعدي فيها وتبقي بتاعتي. نعم تبقي بتاعت المحل يعني قصدي. طعون تعالى يا ابني وصل ستك ناني وقفلها تاكسي ليموزين خمسه راكب. وماله؟ اتفضلي يا عمر. ست ناني تؤمر واحنا ننفذ. جرايه يا بت يا نوال. ايه العباره؟ بت يا نوال؟ انت هتمثلي بروح امك ولا نسيتي نفسك ولا ايه؟ انت ناسيه مين اللي جايبك هنا؟ الله جرايه طاعون، انت اول مره يا اخويا تلغيني باللغه دي. وطي صوتك يا بت، عزوز المعفن عمال ينطق فيك لفوق لفوق لما دماغك هتخبط في السقف، واحنا بيخفس بينا الارض، وشويه ناني وشويه ست ناني، هي ايه؟ ايه تكره لي الخير يا اخويا؟ لا يا دنيا ما اكرهش الخير لحد، بس احبه لنفسي قبل اي حد. انا جايبك هنا عشان تاكليني الشهد، تقومي تروحي مع عزوز والبس انا واكل على قفايا. امسي. عايز ايه دلوقتي يا طاعون؟ فيها لخ فيها يا نوال، ربع اللي داخلك بتاعي، والا ورحمه امي اللي موع على شكلها. زي ما جبتك دنيا الليل والفلوس ارجعك تاني اسفل السافلين. ربعه. يلا يا ست ناني. الو. ايوه يا كوريا. الساعه كام في ايدك يا ست هاني؟ اسمعيني اسمعيني يا كوريا، علاء عرف كل حاجه عني. يا نهار كسوده منيل، وانا مش عارف ارجع الحاره عشان هو عايز يقبض عليا. طب هو عرف ازاي موكوس؟ بعدين هبقى اقول لك بعدين. انا دلوقتي في شارع اسمه شارع بيروت في مصر الجديده، مش عارفه اتصرف ازاي ولا عارفه اروح فين، وهو عمال يتصل بيا طول الوقت، فانا لازم اقفل الموبايل. طب بقول لك ايه، عارفه جامع مصطفى محمود؟ روح اقف هناك، اقف قدام باب الجامع واقفلي تليفونك واستنيني هناك. انا هكلم خلي ونجيلك على طول ناخدك على اي حته. بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك يا بت، ما تخافيش يا جولي، انا جايلك على طول مسافه السك. سلام. ميرسي يا انا مش عارفه اشكرك ازاي. تشكريني ليه بس؟ دي حاجه انتصار زي امي. تسلمي يا بنتي، ربنا يكرمك دنيا واخره. بس ما تنسوش بقى مواعيد الغسيل بتاعتها علشان ما تتعبش تاني. لا خلاص انا قاعده معاها على طول، وانا اللي هبقى متابعاها معاكي. انا هروح اشوف الدكتور كتب لك على خروج ولا لسه. انا اذنك. اتفضلي يا حبيبتي. ازيك يا هاجر؟ ازيك يا بنتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حاجه؟ اهلا يا بنتي. والله والله انا مزوغ من الشغل مخصوص عشان اجي اطمن على الست اللي دمي بيجري جواها دي. وحيا ابني ربنا يكرمك يقعدوا لك في ميزان حسناتك. يا سلام يا حاجه، ايه الدعوه الحلوه دي؟ على فكره يا ابراهيم، اللي انت عملته في ماما ده انا عمري ما هنساه. اصلك ما تعرفش غلاوتها عندي، ده انت كانك رديت فيا الروح. طب شكلها تعبان عايز ينام، ما تيجي نطلع بره ونتكلم. ايه ده ده يا كوري، واخده فيش كده ورا على فين؟ حوار ده واحد جامعه الدول وجاي على طول. جامعه الدول العربيه فين؟ حوار كده سوكا برسيك فيه بعدين. بقول لك ما تفهميني دلوقتي يا كوري. يا سوكا قلت لك مش وقته. انت بجد انسان جدع يا ابراهيم، اللي انت عملته مع ماما ده مش ممكن اي حد تاني يعمله الا لو كان جواه بني ادم شهم زيك. انا اصلي بحب الناس قوي يا نجوان بجد والله، اهلي ربوني على كده. عارفه لو دي اخر نقطه دم عندي كنت اديتها للي محتاجها، ان شاء الله اموت. بعد الشر عنك. بس انت ما قلتليش عرفت هايدي مروان منين؟ ابدا يا ست، انا قاعد في امان الله لقيت ربنا رمى الموضوع ده في حجري، قلت يبقى اكيد له حكمه. ازاي مش فاهم؟ انا هقول لك، انا فجاه لقيت كوريا اللي انا كنت خاطبها بتعرفني على بنت خالتها جمالات. كوريا؟ هو انت خطيبتك اسمها كوريا؟ اللي كانت لمؤاخذه، لكن انا دلوقتي حر نفسي، لا حد ليه عندي ولا ليه عند حد. طيب وبعدين؟ وبعدين يا ست طلعت جمالات دي هي هايدا ابو طالب، وجايه تستخبى عند كوريا، وسمعت ان انت كنت شغاله معاها. اصل انا كنت سكرتيره بتاعتها. بس خلاص الموضوع ده انتهى. لا حول الله يا رب، انتهى كل الكلام ده انتهى. بس انت تلاقيكي برضه مأمنة نفسك ومحوشة لك قرشين من المرتب وكده، أكيد يعني. يا ريت. بس أنا يعني لا مؤاخذة مش فاهم، أنت ليه رامي أمك في مستشفى حكومة كده؟ وكمان مش قادرة تجيبي لها كيس دم من أبو 400 جنيه. هو أنت فاكر يا إبراهيم لو أنا كان معايا فلوس كنت هستخسر في ماما حاجة؟ أنت لسه ما تعرفنيش. ولسه ما تعرفش غلاوة ماما دي عندي قد إيه. أنا لو ينفع أصرف عليها فلوس الدنيا دي كلها وما أشوفهاش مرمية كده عمري ما هستخسر. شوف إزاي؟ انت بنت حلال يا نجوان على فكرة، عشان كده ربنا هيديك على قد نيتك. يا
شكرا يا بلدينا. دي الهبل اللي ملك جبل. قلت لك الضابط ده بعيدي عنه، قلت لك هيودينا في 60 داهيه، لكن ازاي الهانم مشدوده وراه كده وبالمغمطيس لغايه ما كفاها على وشها وهيجرنا كلنا وراها. بس هو قال انه بيحبني وانه هيقف جنبي، وقال لي كمان انا لو سلمت نفسي مش هيسيبني، بس انا اللي خفت وجريت. يا بنت يا بنت، حب ايه اللي بتتكلمي عنه ده؟ ده ضابط، عارفه يعني ايه ضابط؟ يعني ساعه الجد هو اول واحد هيحط في ايدك الكلابوش. بص فيه مالك، اسكتي شويه، مالك بترعبيها كده ليه؟ احنا دولك عايزين نشوف مطرح عشان نتويها فيه. الفاس وقعت في الراس خلاص. ايوه صح، نشوف لها مطرح جديد. واقول لك على حاجه، نشوف لنا احنا بقى ميكروباص يلمنا كلنا كده برابطه المعلم ويطلع مين على السجن. اه ما هم بعد ما هنشوف لها مطرح هيجوا احنا يقولوا لنا ايه؟ يقولوا لنا كنتوا متسطرين على واحده مجرم. خلاص انا اسفه، انا عارفه ان انا عملت لكم مشاكل وجع دماغ، بس اعمل ايه؟ ايوه اجي اللي بناخده. انا اسفه انا عملت لكم مشاكل، انا اروح اسلم نفسي؟ واحنا طبعا كروديات نمايلين. لا ازاي، يلا نشوف لها مطرح جديد ونلبس احنا. بطلي بقى بطلي بقى، المقلب الترابيزه على دماغي ما تولعي فيها بالمره احسن. طب ثلاثه بالله العظيم، ما انا جاي من هنا الا ما اطمن لك على مكان امين تنامي فيه. لا خلاص انا مش عايزه اتعبكم معايا اكتر من كده، انا هكلم بابي ودينا وهم هيلاقوا لي حل. طب خلاص خلاص ما تزعليش، مش لازم يعني بابي ودينا. واحنا رحنا فين؟ احنا هنشوف لك حل ان شاء الله. انت مش فاهمه انا استريحت لك ازاي يا نجوان. انا كمان استريحت لك. على فكره انا عمري ما بعيط قدام حد غريب في حياتي ابدا، والنهارده عيطت قدامك كتير، ده انا مستغربه نفسي. بس ما تقوليش غريب. غريب ازاي؟ ده انا دمي بيجري جوه الست الوالده، يعني بيربطنا دم. كلامك صح، احنا كده كاننا قرايب. بقول لكم ايه، الدكتور كتب للحاجه على خروج، انزلوا بقى ادفعوا الفلوس في الحسابات. كتر خيرك يا هاجر. فيك الخير يا ابله. على ايه بس؟ بس انا مش عاجبني رميه الست الوالده كده، احنا لازم نشوف لها حد يتبرع لها بكليته بدل ما احنا كل يوم بنشوفها بتموت. بعد الشر والنبي يا ابراهيم ما تقولش بتموت. بس هو يعني اللي هيتبرع لها بالكليه بتاعته ده محتاج له مبلغ كبير، وانا مش عارفه هجيبه لها منين. لقيتها. لقيت ايه؟ البت هاجر الممرضه، الواد سوكا بيحبها. وهاجر دي عايزينها منها مكروكرون ولا ايه؟ احنا عايزين التاول هانم. يا خال البت دي انا اعتبر مديناها، لان انا اللي نزلتها الشغل لما كان اخوها حابسها، ما فيهاش حاجه يعني اما التاول جول يومين عبال ما نشوف لنا صرف. يعني انت تعرفيها كويس واثقه فيها يعني؟ وانا اعرفها اه مش قوي يعني، بس اعرفها. وبعدين ادام الواد سوكا بيحبها يبقى كده البت دي جدع. طب افرضي مثلا اللي اسمها هاجر دي رفضت، ولا سوكا كمان رفض، يبقى ايه الكلام وقتيها؟ يا خال يا خال، ده سوكا، سوكا صاحب صاحبه وعمره ما يسيب حد في دقيقه ابدا. بقول لك ايه، سيب لنا موضوع سوكا ده، انا هتصل بيه دلوقتي واقول له يقابلنا في الطريق. وبعدين هو الوحيد اللي هتلاقيه عارف البت دي زمانها في المستشفى ولا في بيتها. قال سوكا يسيب حد في زنقه، قال كله الا سوكا يا خال. ماشي